زود القراقيش والطحال وموت الفشه، مش فاهم؟ هو بردك مقام الحكومه طبق مشكل وربيحي. نزل له يا ابني شرب الكوارع وطبق قلوب من خصوص. غالي يا معلم. والغالي ينزل للغالي. عيب. واحنا معرفه الظهريه يا جدع. ها طمني بقى على احوال الشرطه. لسه بردك شبكه مع الشعب وبيدنجلوا ايد واحده. شبكه وكاتب كتاب كمان يا معلم. لا وانت وطني صحيح، بس انا ليه عليك عتاب. خير يا معلم. شوف يا نبيل، انت ترسم دور حكيم دار المصريه ده على اي حد، بس تيجي لحد عندنا وتعرق بروحك، عشان الحكومه لما تحط ايديها في ايدين عيل صغير لا راح ولا جه تتقفل سكتها قبل ما تتمها. ما تسيبك من سليل الحوار ده يا معلم وتجيلي في الدغري. تعجبني. وخرست هو اللي قصدك علشان تعرف له اذا كنت شغال في الصنف ولا لا. حصل. حصل يا معلم، بس علمونا زمان اللي على راسه بطحه بيغطيها، وانت راسك عريانه لا مؤاخذه يا معلم، يعني ولا انا ولا سيد ولا اي ذكر في الحكومه يقدر يشاور عليك بالزور. طب وكتر الكلام بقى والرطرطه الفارغه، استنى لما يحصل. اسمع يا نبيل، اللي نحرت قلبي في السنين اللي فاتت دي كلها عشان ابنيه، مش هيجي حته عيل صايع وامين شرطه خارج بيتي يهدوه في لمه حشيش. امان ولا نهيده تاني؟ دوم العز يا معلم. العز للحبيب يا اخويا. وما تنساش بقى تحاسب وانت ماشي، وافرط ايدك في البقشيش عشان ما يقولوش عليك معفن. ايه رايك بقى يابا؟ لو مش عاجبكنا غيرها ونجيب غيرها. بقول لك ايه يابا؟ عليا النعمه بطحولك واجي اشرف جنبك هنا. يا حبيبتي يا سمسم. فعلا ورحمه امك. ناويت تتأهل؟ ناويت. وعهد الله ناويت. يا لهوي، هو انت عايز الراجل يغير رايه ولا ايه؟ يعني خلاص هتجيب لي حته عيل يمد في اسمي ويطول في كفني. ايه بقى لازمته الكلام ده؟ ربنا يديك الصحه. البركه فيك يابا. المهم انت تكون مبسوط. مبسوط مني؟ مبسوط يا سيد. مبسوط انك هتتجوز، بس هات كان نفسي ابقى معاك كتف في كتفك وقابل الناس اللي جايه تبارك لك. معلش تبقى معانا في الطلاق ان شاء الله. كده برضو يا سيد. سامي باشا. اهلا. ازيك يا عم جد الله؟ ربنا يبارك فيك. سيد ابني وعروسته. ازيك يا باشا؟ وجاي يفرحوني بجوازه. الف الف مبروك. الفرحه دي شربتها عندي النهارده. كلك راجل يا باشا. بعد اذنكم. ماشي يا باشا، اتفضل.